بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي جماهير الاهلي العظيمه جماهير اعظم نادي في الكون اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي والنهارده مباراه مهمه جدا 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 ومصيريه للغايه للنادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي امام سان داونز مباراه مهمه من كل الوجوه لانها اولا هي مباراه العوده في نصف النهائي وزي ما بقول كده مفيش حلول تانية غير المكسب للنادي الأهلي إن شاء الله وبفارق هدفين على الأقل الكسبان بإذن الله ونتمناه إن شاء الله النادي الأهلي حيصعد علشان يلعب على أول لقب في اول نسخة للبطولة الأفريقية والاهلي الحمد لله هو البطل هو البطل وهو صاحب الأرقام القياسية وهو اللي حقق جميع البطولات الأفريقية دي أول نسخة نتمنى إن شاء الله انها تكون من نصيب النادي الأهلي كمان ماتش النهارده مهم للرد على حاجات كتير جدا. أولها الانتقادات اللي بيتعرض لها اللعيبة والجهاز الفني. وأيضا ولو اني مش عايز اتكلم فيها غير ان شاء الله ربنا يكرمنا بس وينصرنا بعد المباراة. ان شاء الله مش هتكلم فيها قبل المباراة لكن هتكلم فيها ان شاء الله بعد المباراة. بعض الأحداث اللي يعني ما كناش نتمنى انها تصدر من المدير الفني لصن ولكن هو هو من حقه يفرح على فكرة. انا ما عنديش اعتراض ابدا على الفرح وهو عشان قيمه النادي الاهلي كبيره أوي قوي قوي شفنا فرحته كبيره أوي 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 قوي انما ان شاء الله لنا رد النهارده والرد هيكون بعد الماتش باذن الله رب العالمين قبل ما نتكلم عن المباراه والتفاصيل الفنيه والاحداث اللي بصاحبها تعالوا نروح لزميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من مقر اقامه النادي الاهلي قبل الذهاب طب كريم مش جاهز كريم جاهز ولا مش جاهز مش جاهز لسه؟ طيب. طيب هنتكلم على ماتش النهارده. ماتش النهارده ماتش صعب. لو جينا للماتش اللي فات كلكم حضراتكم شفتوا الاحداث ولكن اللي انا عايز اقوله الماتش اللي فات احنا ما بنقبلش بالخساره ابدا 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 ولكن في ظل الاداء والحاله اللي احنا كنا فيها ان شاء الله قادرين نعوض النهارده. ان شاء الله قادرين نعوض النهارده ماشي على ملعبنا في حاجتين مهمين جدا 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 لازم ان شاء الله لعيبه الاهلي يستغلوها اول حاجه الجماهير العظيمه جماهير النادي الاهلي اللي بتبقى ورا النادي الاهلي في كل مكان جمهور الاهلي العظيم هنرجع سنه بس ورا شويه فاكرين حضراتكم ماتش سان هناك والازمه اللي حصلت بعد الخساره وشفنا بعض الدخلاء اللي حاولوا يستغلوا الفتره دي ونتيجه المباراه وانه هم يهدوا في النادي الاهلي سبحان الله وكان المباراه دي هي اللي كانت يعني كلمه السر كلمه السر في التحول الكبير جدا 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 للنادي الاهلي بعد مباراه صن داونز السنه اللي فاتت. مين السبب؟ بعد ربنا طبعا. جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي يمكن انا فاكر بعض الكلام اللي احنا قلناه هنا وبنقول ان احنا كجماهير نادي اهلي احنا جماهير دلوقتي احنا من ضمن الجماهير. لازم نقف ورا فرقتنا. في الصعاب وفي الشدائد نقف ورا فرقتنا. احنا دايما بنقول ايه؟ ان جماهير النادي الاهلي على المره قبل الحلوه معاه ده اللي حصل ده, ده حصل في وقت على فكره انا عشتها وده اللي حصل بعد ماتش سان داونز السنه اللي فاتت شايفين حضراتكم ده أنا ان شاء الله اجيب لكم بس كمان ادي ادي الجماهير وهي في طريقها للاستاد انا هجيب لكم صوره ان شاء الله من الملعب الساعه 2:30 يعني بعد ما اتفتحت البيبان البيبان بنص ساعه هتشوفوا حضراتكم جمهور النادي الاهلي مالي تقريبا ثلثين مدرجات استاد القاهره جماهير النادي الاهلي العظيمه دي هي اللي وقفت ورا لعيبته السنه اللي فاتت وسنين كتير بس انا افكركم بحاجه كانت قريبه ماتش سان داونز السنه اللي فاتت وناس كتير طلعت تشمت في النادي الاهلي والنادي الاهلي وقع ومش هتقوم له قومه بعد الماتش بتاع سان داونز مباشره النادي الاهلي اكتسح اكتسح كل الفرق واكتسح كل البطولات كل البطولات سواء محليه او افريقيه. بسبب رب... توفيق ربنا في البدايه وجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي صاحبه الفضل دايما على لعيبه النادي الاهلي بعد ربنا. النهارده لازم اللعيبه تستغل حاجتين. جماهير الاهلي العظيمه لان جماهير الاهلي دي غير جماهير الاهلي دي بتلاقيها في كل مكان. مش في مصر بس في كل انحاء العالم وعارفه امتى بتكون ورا الفرقه وعارفه امتى تتواجد في المدرجات النهارده مباراه من اهم المباريات اللي جمهور الاهلي ان شاء الله هيقف بكل قوه ورا لعبته زي ما وقف في اوقات كتير جدا 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 صعبه بقول لحضراتكم احنا دايما وخلاص و... و... خلاص دي بقت عاده ما بنحبش الهزيمه ما بنحبش هزيمة ولو إن يعني الرياضه فيها فوز وتعادل وهزيمه ولكن احنا ما بنقبلش الهزيمه او يعني لما بتحصل بنقول يعني حاجه صعبه قوي بالنسبه لنا اللي حصل الماتش اللي فات في ظل سوء الاداء او سوء الحاله الفنيه للاعيبه النادي الاهلي اليوم ده لا ان شاء الله ان شاء الله النتيجه قادر النادي الاهلي ان هو يعوضها النهارده عندك جمهور مش عارف يحرك الصخر لازم نستغل النقطة دي، لازم نستغل استاد الرعب، استاد الرعب، استاد القاهرة الدولي. لازم نستغل النقطتين دول. هو فريق صعب. بس أنا البطل. أنا حتى الآن أنا بطل أبطال إفريقيا. آخر بطولة أنا بطل بطولة دوري الأبطال. يبقى أنا البطل حتى الآن. بالأرقام أنا صاحب الأرقام القياسية. بالبطولات والتاريخ انا النادي الاهلي انا النادي الاهلي العريق عشان كده انا مش مستغرب من احتفال مكوينا الماتش اللي فات اللي هو المدرب بتاع سان داونز لانه كسب فرقه كبيره كسب سيد اسياد افريقيا عشان كده الفرحه بتاعته كانت كبيره جدا بالرغم ان هو كسب 1-0 ولكن هي هو في الاخر هو فاز من حقه يفرح بس لنا كلام تاني إن شاء الله بعد الماتش بس ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله النهارده ونعدي بتوفيق ربنا و جماهير النادي الأهلي العظيمه. إحنا عندنا ثقه في لعيبه النادي الأهلي وجهازهم الفني والمنظومه ككل. يمكن شفنا حضراتكم امبارح كابتن محمود الخطيب كان لسه جاي وقطع رحله علاجه لتأبين الراحل تيسير الهواري و راح امبارح للاعب النادي الاهلي وقعد معاهم ودفعه احنا لما كنا لعيبه وبنشوف رئيس النادي جاي لنا ومهتم وبيقعد معانا وبيتكلم لا تدينا دفعه معنويه عاليه وما فيش مشكله الكرة فيها كل حاجه بمناسبه ان الكوره فيها كل حاجه عايز اتكلم على لعيب معين في النادي الاهلي محمد الشناوي محمد الشناوي من اللعيبه المخلصه جدا 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 للنادي الاهلي طيب نروح لكريم الاول زميلنا ومراسل قناه الاهلي الفندق وبعدين نرجع نتكلم على محمد الشناوي وعلى المباراه ككل اتفضل